برعاية شركة شنجتال. يا عم ساي شريشي يا هذا العجلات هذه المرسى ما باقي فيها شيء موع الاسعار طالعين الله ما هو شيء الله المستعان لا شفتوا الله ما هو شيء معك تفضل كل شيء واحد بسم الله دولي الاتصالات العالمية تمتع بالاتصال لجميع دول العالم مع باقات دولي خمس دقائق بستين أوقية صالحة لخمسة أيام للتفعيل النجمة 590 النجمة 5 المربع تمارة سروالي ما جبرته جبته هون الدمسي تمشي انا فاسق هون فاسق هك اخوتني خلاص شردار جيت صردار قلت لك اني فاسق هون تقول لي شيت صردار اخبار من انسى اش عارف انا شوي تصاك الساق بعد لا لا قاش داير سروالو قادي سروالو رفقات خلاك ما يطقع تجي المسيد ما انا كاما هون حتى انت ما جاي خليتنا برايح دراعتك هاي قنديتنا ولا قدينا حصلت لنا المرور ما هي شغلة حد جاي لباسك زين لا مو هكو تجيب المسيدة دراعة مخنزة لا تنفع يا اخوي انا قاع سوالي مرة يا غير بعد انت جبت اعمارنا الله ما تقدر تنكسر لك الريح يا اخي ما هو صالح رقا يجي لابس دراعة زينة في الدشرة ولين يجي المسيدة يلبس واحدة مخنزة ولا قدر تنكسر الريح ضيعتنا واحد سروال متخلط معاه متخلط معاه ما صالح روالكم كما حدك واحد بسروال وسروال انت زنباني زنزن عليك يا قرب اح انت يا ابو هاي مش ما جاي نمشي اهو دوني بعطي بويكم تفضل حالي حالي نشوف يا اخي
بعد شريحة السيم، الميني سيم، الميكرو سيم والنانو سيم، لأول مرة في موريتانيا تقدم لكم شينجيتل الإي سيم تحت الاسم التسويقي الشريحة الرقمية. لكن ما هي شريحة الإي سيم؟ ببساطة الإي سيم هي نسخة إلكترونية لشريحة السيم مدمجة بشكل مباشر في بعض الهواتف الذكية الداعمة. إذن لا يوجد خطر فقدان بطاقة السيم الخاصة بك، إنها تعمل بنفس طريقة عمل بطاقة السيم التقليدية لإجراء مكالماتك أو إرسال الرسائل أو تصفح الأنترنت. يمكنك استخدام بطاقة السيم والإي سيم في نفس الوقت من هاتف واحد. تتيح لك الحصول على أكثر من رقم وفقاً لاحتياجاتك، واحد للاستخدام الشخصي وآخر للاستخدام المهني وللأنترنت وآخر للمكالمات أو ما يناسبك. حتى إذا كان لديك هاتف iOS يمكنك الآن الحصول على عدة أرقام على نفس الهاتف. لراحتك يمكنك تغيير رقمك دون الحاجة لتغيير بطاقة السيم. للاستفادة من تقنية الإي سيم الجديدة قم بزيارة أقرب وكالة لشينجيتل، أو للمزيد من المعلومات اتصل بخدمة الزبناء على 122. شينجيتل أكثر مما تتخيل. هاي الروايه نقولها خير قد خلقتي جيت لين صاحبي في المسي لين رجعت لواد السروال اذا هو ما ريت رجعت نقولها خير بلا سروال اخو عجيب عجيب غالي بالله حاد ما انا قاعد لابس ذره اغلى واصفي وانت لابس ذره خليك رارك ماني ضيع الخف شوف سبقوني سبقني انا خليك خليك سبق لا يتقلل